الجوية المصرية، اسم لكيان عريق يزهو به المصريون والعرب فخراً واعتزازاً، ويرتعد منه الأعداء خوفاً ورهبة. عمل دؤوب يسبقه إيمان بالله وإخلاص ويقين بنصر مبين. غايتهم أن تبقى مصر شامخة آمنة مطمئنة بسواعد رجالها الأبطال ودماء شهدائها الزكية. قوات أبية على كل معتدي، عصية على كل طامع. يعلمون أنه في سبيل شرف هذا الوطن ليس هناك من خيار سوى النصر أو الشهادة. القوات الجوية المصرية سهام تحمي قلب الوطن. ترجع نشأة القوات الجوية إلى 2 نوفمبر عام 1932، يوم الإعلان الرسمي لإنشاء السلاح الجوي المصري. وقد تم هبوط 5 طائرات يقودها مصريون بمطار ألماظة، حيث تم إنشاء أول مدرسة لتعليم الطيران لتكون النواة الأولى للقوات الجوية. تميز هذا السلاح العريق منذ أن أبصر النور بسرعة الأداء ودقة التنفيذ طبقا لطبيعة عمله ونوعية تسليحه، ما جعله في طليعة أقوى وأكبر القوى الجوية على المستوى الإقليمي، فكان مفتاح النصر وعامل الحسم في المعارك. وإيمانا من رجال القوات الجوية بقدسية واجبهم، فقد أخذوا على عاتقهم مسؤولية استكمال البناء وحتمية التطوير، رغم ما ألم بالوطن من شدائد خلال مرحلة العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب يونيو عام 1967. ورغم الألم والحزن الذي يعتصر قلوبهم، هب رجال القوات الجوية واستطاعوا أن يضعوا آمالهم أمامهم موضع التنفيذ في إعادة بناء الفرد المقاتل وإحلال المعدة استعدادا لمعركة استرداد الأرض واستعادة الكرامة. فتوجت جهودهم وتضحياتهم بنصر أكتوبر المجيد. قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها، وأصبحت حربنا تسمى حرب 6 ساعات بدل حرب 6 أيام اللي قالوا عليها سنة 67 في 6 ساعات وأقل. فقدت القوات الإسرائيلية توازنها كاملا. لابد أن نعترف بالجدارة والأداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الأولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. ويتوقف التاريخ يوم 14 أكتوبر 1973 ليسجل أن القوات الجوية المصرية خاضت أعظم معاركها على الإطلاق، وهي معركة المنصورة التي شاركت فيها 250 طائرة من كلا الجانبين في زمن يناهز 50 دقيقة، لتدمر القوات الجوية المصرية 18 طائرة معادية وتحقق أعظم انتصار في تاريخها. ومنذ ذلك الحين تم وضع خطة طويلة الأمد للتحديث والتطوير للقوات الجوية في مجال تهيئة الفرد فنياً وإدارياً للتعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة، والاهتمام بتحديث البرامج والمعدات للتدريب بالكلية الجوية والمعاهد التعليمية والمدارس المهنية.
وتجلى تحديث القوات الجوية بانضمام العديد من الطائرات والهليكوبتر الحديثة لتلبي كافة المطالب العملياتية على ضوء الخبرات المكتسبة من الحروب السابقة، وصولاً إلى انضمام أحدث منظومات التسليح في العالم كالطائرات متعددة المهام الرافال. الاف 16 بلوك 52 الهليكوبتر الهجومي أباتشي، منظومات الطائرات الموجهة المسلحة وينغ لونغ، ومن أجل تكامل منظومة التطوير والتحديث فقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من القواعد الجوية والمطارات لتتواءم مع أنظمة التسليح الحديثة والمتطورة، وذلك لتنفيذ المهام المختلفة في كافة الظروف والأحوال الجوية وعلى مدار اليوم بكفاءة عالية وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة للأفراد والمعدات. كما تم الاهتمام بتحديث وتطوير ورش صيانة الطائرات على مختلف مستوياتها للمحافظة على الكفاءة الفنية للطائرات والهليكوبتر، وكذا المعدات العاملة عليها بواسطة الكوادر الفنية التي تتميز بمستوى علمي راقٍ، وحرصا من القوات الجوية على الاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة، فقد بدأت مراحل التخطيط لإنشاء مدينة علمية متكاملة لخدمة أعمال التطوير والتحديث والابتكارات في هذا المجال. كفاءة قتالية ومهارات استثنائية هي سمات اتصف بها رجال القوات الجوية المصرية في عصورها المختلفة. قد كثير من الدول الصديقة والشقيقة بدعوتها لإجراء التدريبات الجوية المشتركة داخل مصر وخارجها، وذلك لتبادل الخبرات وتنمية المهارات والقدرات. ومن هذه التدريبات المشتركة النجم الساطع، حلبة النصر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التدريب المشترك فيصل مع المملكة العربية السعودية، زايد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، اليرموك مع دولة الكويت، حمد مع مملكة البحرين، العقبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ميدوزا مع دولة اليونان، رمسيس مع دولة فرنسا، ونظرا للكفاءة القتالية العالية التي تتحلى بها القوات الجوية فقد تمكنت من تنفيذ العديد من المهام القتالية ومعاونة باقي أسلحة القوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أزمنة قياسية وبدقة عالية. وحرصا من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حماية الأمن القومي العربي وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ومشاركة منها للدول الشقيقة، استمرت القوات الجوية في المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لتحرير الأراضي اليمنية. ونتيجة لجهود أبطال القوات الجوية فقد أشادت جميع الدول المشاركة بالمستوى الراقي والمهارات الاستثنائية لرجالها في التعامل مع الأهداف وإصابتها بدقة. We'll be right back.
وفي مرحلة من أخطر مراحل تاريخنا المعاصر، حين ألمت بنا الشدائد وتداعت علينا قوى البغي والعدوان، أبى رجال القوات الجوية المصرية أن يصيبنا ما أصاب دولا من حولنا. وحينما أقدم تنظيم داعش الإرهابي على قتل عدد من المواطنين المصريين الأبرياء بمدينة درنا الليبية، أصدرت القيادة السياسية أوامرها بالرد الحازم على هذه الجريمة النكراء والثأر للدماء المصرية الزكية في نفس اليوم وفي زمن قياسي. بعد 3 ساعات من صدور الأمر، قامت القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربة جوية ضد أهداف تابعة لهذا التنظيم الإرهابي. قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية. صرنا طيرة في الفضاء، رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر. سكت الكلام، سكت الكلام. وفي إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور الإرهاب، تنفذ القوات الجوية يومياً عمليات جوية استباقية للقضاء على العناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء. ويبقى في الذاكرة دوماً يوم الأول من يوليو عام 2015، حينما قامت القوات الجوية بتدمير المجموعات الإرهابية التي قامت بمهاجمة التمركزات العسكرية والأمنية بمدينتي رفح والشيخ زويد، والتي استخدمت فيها تلك المجموعات العربات المفخخة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني. فجاء الرد سريعا بواسطة الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر الهجومي في زمن قياسي بعد 20 دقيقة فقط من بدء الهجمات الإرهابية، وقامت بتنفيذ العديد من المهام التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر إرهابي. كان لذلك أكبر الأثر في نجاح قواتنا المسلحة في تلقين العناصر الإرهابية درسا لا ينسى. ومع بداية عملية حق الشهيد، والتي جاءت في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور الإرهاب، استمرت القوات الجوية في المشاركة بفاعلية في تدمير البؤر الإرهابية ومعاونة القوات القائمة بمداهمة المناطق التي تتحصن بها العناصر الإرهابية. كما تقوم القوات الجوية على مدار الساعة بحماية كافة حدود الدولة الاستراتيجية وخاصة الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك لمنع أعمال التسلل والتهريب التي تضر بأمن وسلامة البلاد. ولا تنسى القوات الجوية المصرية أبناءها من الشهداء الذين فاضت أرواحهم الطاهرة فداء لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس، دفاعا عن الشرف وعن الكرامة. هي قصة بدأت ولم تنتهي لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال عشقوا تراب هذا الوطن وصاروا إلى العلا فكان لهم المجد. القوات الجوية المصرية سهام تحمي قلب الوطن.